التطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا من أزمات في شمالي البلاد واحتجاجات في جنوبها دفعت أمريكا لتجديد وكشف موقفها الأخير من النظام السوري ودعم الشعب السوري. فما القصة؟ خلال اللقاء جمع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى إيثان جولدريتش مع رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس في جنيف. أكدت أمريكا على لسان جولدريتش التزامها بدعم الشعب السوري والعملية السياسية في البلاد من انتقال السلطة، حيث قالت هيئة التفاوض السورية أن رئيسها بدر جاموس ناقش مع جولدريتش ضرورة التقدم بالمسار السياسي ورفع مستوى المساهمة الأمريكية في الحل السياسي. كما أن جاموس شدد خلال اللقاء على أهمية الضغط الفعلي على النظام السوري وحلفائه والتطبيق الكامل والجدي للقرار 2254 وجلبه إلى طاولة التفاوض. وكانت هيئة التفاوض السوري عقدت اجتماعاً مع مبعوث الدول الغربية إلى سوريا في جنيف، وذلك من أجل مناقشة التطورات في العملية السياسية والتحذير من خطورة جمود العملية السياسية في سوريا ورفض النظام أي خطوات جدية في تحقيق تقدم في قرار مجلس الأمن 2254.